سافين قد ايه صار لك هون؟ اللي تقريبا من سنة 99,000 99,000 بيستات 100%. انا وصغير حلمي كنت اطلع بالداموز. خبرني الداموز قديش بدك كرمال البيست كلها تعملها من بعد ما الناس تفل على الساعة 4؟ قديش بدك ترسوها؟ نحن بنبلش اذا كان في ثلج بنبلش على الساعة 4، بنخلص تقريبا على الساعة 12 وحدة، الا اذا كان في مطرح مثلا كاشف بدنا نرجع نحط له ثلج، الا اذا كان في مطرح عم يفتحوا بيستات جديدة كمان بدنا نرجع نرسها. بس بالحالات الطبيعية نحن عندنا 6 ساعات شغل. برمي اكيد مش مثل غيره، على علو 2100 متر صار في اكثر من متر ثلج، عاصفه، هواء، حراره تحت الصفر. رح نفرجيكم قديش بدها تحضير على بيستات الزعرور قبل ما يبلش الموسم. هاي من بعد كل عاصفه بتبقى هيك، يعني كله بده شغل، كله بده تنظيف، بدك تشيل الثلج حتى تبرم البكر، حتى يبرم الدولاب. كل عاصفه فيها شغل على كل الخط. من بعد كل عاصفه كل ثلج ايش بده شغل؟ حكما البكر كله بده تنفيذ، الكابلات بدها تنفيذ، كل شيء بده تنفيذ. بتطلع على عمود عمود، كل عمود بعمود، وبيطلعوا الشباب بينظفوا البكر، بينظفوا الفلوزات ليرجعوا يقدروا يداوموا. مش لانه في ثلج، لانه الثلج بيبقى مجلد على البكر. احساس بعقد قديش بده شغل، قديش في تحضير قبل ما يبدعوا البيستات. رح نكفي برمتنا على اكثر من متر ثلج اذا عرفت سوقها.